نستقبل هلا رئيسة لجنة مهرجانات زوم كي السيدة زلفا بويز. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. جيتي شوي بكير اليوم، تعرفتي على الفريق شوي باجواء كثير بكواليس الشو، تنفوت بالجو. اهلا وسهلا فيك ومبروك موسم جديد من المهرجان. مهرجان عم يكبر سنة بعد سنة وعم بيكون في تشجيع كثير مهم للفن اللبناني، للاشخاص اللبنانيه. يعني صح. سنه بعد سنه عم نشوف انه عم بيكون في مكان للشباب ولهالاشخاص يلي عم بتبلش او حتى بلشت، مش ضروري يعني حدا. اكيد اكيد بالعكس. بلشنا من هيديك السنه مع زو ام كي، انتج سي دي لمايك ماسي ساري وعياد خليفه، واكيد هيدا الشيء كان مهم وخطوه كبيره للمهرجان. بتصور هيدا اول مره مهرجان بينتج البوم موسيقي. مزبوط، وهالشيء اكيد هن معروفين، بس كمان بيساعدهم اكثر لانه شاركوا بمهرجان دولي وبينطلقوا، مثل مايك ماسي شارك بمهرجان كان سينمائي بحفلة اسمها كان يا مكان. كمان هيدا الشيء كتير مهم ونحن فخورين من هالشيء أنه فنانين لبنانية عم بيشاركوا بمهرجانات غير دولية غير ببلدون، كمان خارج البلد. وكمان كان في يعني الفرق اللبنانيه يلي كان لهم محل كثير كبير هذيك السنه. فبس خلينا نركز على السنه شو رح يصير. السنه في ثلاث ليالي مميزه. مزبوط. الليله الاولى بنبتدي ب 23 تموز مع زياد الرحباني، اكيد بالغنى عن التعريف، وهيدي مش اول سنه مهرجانات زو ام كيل بتستضيف الاستاذ زياد، هيدي ثاني سنه شارك معنا بسنه 2013 وكانت تجربه كثير حلوه واكيد برضا كمان السنه رجع حب يشارك بالمهرجان. شو رح تتضمن الساره؟ رح يكون في اشياء جديده اشياء قديمه بركي نسيج بينها؟ بتصور رح تكون سهره متنوعه، وبتعرف انه بحياته الواحد ما يسال فنان شو رح يأدي خلال هالسهره. مفروض نكون نحن عارفين هو شو خلال السنين شو عنده، واكيد للسهرة تكون مميزة بتتركوا على راحته للفنان. ب 25 تموز بننتقل عنا سهرة تحية للسيدة أم كلثوم مع ياسمينة يلي عمرها 16 سنة وشاركت بأرابس جوت تالنت ووصلت للنهائيات، وسارة وياسمين هن من دار أوبرا مصر. وكمان هالشي مميز لأنه عنا ياسمينة يلي هي بس عمرها 16 سنة. بديك نشوف السبوت تبع ياسمينة. يحو أكيد عم نشوف ياسمينة يعني خلال مشاركتها بالبرنامج. حقيقة صوت مميز مميز، وبتشارك معهم الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو سليم سحاب يلي هو رئيس أوبرا مصر، وهو من أصل لبناني وحاز على الجنسية المصرية مش مؤخراً. من زمان مؤخرا. نرجع مننتقل ب 28 تموز لسهرة كمان مميزة مع One Night on Broadway. One Night on Broadway هي مقاطع لأشهر ميوزيكل من برودواي مثل Phantom of the Opera, Sister Act, Mary Poppins، وهي هالمقاطع تم تحويلها لسلسلة من اللوحات. يعني اخذتوا مثل ما فهمت احلى لوحه من كل هالبرودواي ميوزيكلز اللي كلنا بنعرفها وكلنا بنحبها ورح نقدر نشوفهم كلهم اكيد بليله واحده على مسرح. اكيد هي لاروي خوري وبيشارك فيها 50 راقص ومغني محترفين. رح سمي كم اسم: راي خوري، مانيل ملات، كريستيان ابو عني، اندري ابو نعمي، كورين متني،
وأكيد غيرون وبتشارك معهم الممثلة ندى أبو فرحات أكيد كمان بالغنى عن التعريف المعروفة بتمثيلها الرائع وأدوارها على المسرح ورقصة مؤخراً ورقصة أكيد ورقصة وهلأ مع One Night on Broadway وأكيد معهم Live Orchestra بقيادة كمال سيئلي رح نشوف كمان مقطع من بروموشن هالسهرة Due to its big success, One Night on Broadway is back. Experience Broadway's all-time favorite musical shows. Discover the incredible world of Broadway with more than 50 artists live on stage. Singers, dancers, actors, and musicians will all be performing live at the Zouk Mikhail International Festival. One Night on Broadway by Roy Corey. Tickets on sale at the Virgin Ticketing box office. فإذا يعني رح يكون البروجرام منوع عنا سهرة لبنانية سهرة عربية وعنا سهرة أجنبية يعني مع خليط ميد إن لبنان بس كله ميد إن لبنان مظبوط من لا من عدا ال ياسمينة أم كلثوم المغنيات من مصر بس أكيد عم بتشارك معهم بس عنا رئيس الأوركسترا اللبناني ورئيس الأوركسترا أكيد سيدي بويز كيف عم بيكون يعني صار عندكم جمهور بمهرجان زوق بتبعكم سنة بعد سنة شو عم بيطلبوا شو عم بيحبوا شو عم بتكون ردود الفعل على البروجرام سنة بعد سنة هلا لأقول لك الحقيقة سنة انتبهت على شغلة من خلال الفيسبوك بيج تبعنا لأنه بتعرف الناس بتحط كومنت وكذا اشتلقنا أنه كتير مبسوطين أنه في برامج لمواهب لبنانية أكيد نحن مهرجانات دولية ومنجيب فرق من برا بس كمان لازم نركز شوي على المواهب اللبنانية لأنه عنا كتير مواهب بس أوقات ما بيصح لهم ظرف أما التمويل اللازم تيقوموا بعملون نحن قد ما فينا عم نجرب نساعد هالشي مثل هيديك السنة وهالسنة كمان بطاقات لمهرجانات زوم كيل دولية أكيد موجودة رح لكم وين أول شيء ميجا ستور وبويري بريس كاسليك وبيبتدوا من 30,000 ليرة اعتمدنا هالسياسة كمان بالأسعار ليكون الأسعار بمتناول الجميع لنقدر نحضن أكبر عدد من الجمهور يكون في ديمقراطية كمان معينة بالفن يعني ما يكون بس لنسبة معينة لا أو بأسعار أكيد. معينة لازم لكل الناس يستفيد. الفن لكل الناس نعم. لأنه بالنهاية الفن عم بيجمع الناس بين بعض صحيح رح نشوف كمان بروموشن حضرتوها يلي هي دعاية مهرجان هالسنة مهرجان زوم كيل دولية Zouk Mikhail International Festival presents July 23rd, Ziad Rahbani. July 25th, a tribute to Kulthum by Yasmina, Sara, and Yasmin, accompanied by the Lebanese National Oriental Orchestra. July 28th, One Night on Broadway by Roy Corey. July sounds great. Tickets on sale at Virgin Ticketing Box Office and Boueiz Press Kasliq. هل عم بيكون أصعب من سنة لسنة لتنظيم مهرجانات بلبنان؟ عم بحكي أنا الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الوضع الأزمة اللي عم بيعيشوها البلدان العربية، كيف عم بتواجهوا وكيف شو الصعوبات اللي عم بتلاقوها؟ أكيد في صعوبات، صرنا كم سنة عم نواجه من الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية بكل المنطقة وبعتبر أنه صلنا كم سنة عم نتكل أكتر شيء على الجمهور اللبناني بلبنان ما عم بيجينا كتير من برا هيدا بيأثر على هالشي
والحفلات عم تتكاتر لأنه كمان إيماننا بهالبلد أنه نستمر. وبفتكر المهرجانات عم بتساعد كتير من شان وجه لبنان للخارج، تصدير الوجه اللبناني للخارج، الثقافة والسياحة. وأكيد أنا بحب هون وجه شكر كبير لوزارة الثقافة ووزارة السياحة لأنه عم بيعطوا دعم كتير كبير للمهرجانات معنوياً، وأكيد عقد كمان حالتهم الاقتصادية، بس عطول هن حدنا للمساعدة. وأكيد المساعدة الكبيرة كمان بتجي من السبونسرز، وإلا كمان ما فينا نستمر بلا سبونسرز. بس مثل العادة ما بنتكل غير على حالنا. أكيد بالنتيجة. أكيد. وهيدا كمان لأنه إيماننا كبير بالبلد وحبين نستمر. سيدة زلفا بويز، رئيسة لجنة مهرجانات زوم كل دولي، شكرا لوجودك معنا. راح نذكر لكين أنه ب 23 تموز زياد الرحباني، ب 25 تموز تريبيوت لأم كلثوم، وب 28 تموز وان نايت اون برودواي، ثلاث سهرات حلوة كتير. زوم كيل باركينج مؤمن، الانفي ثياتر اللي نفض من كم سنة اللي بيستقبل عدد كتير كبير بجو حلو. زوم كيل أكيد كلنا بنعرفها، المدينة ضيعة، مدينة إذا فيني أقول الحلوة كتير بكسر وين. بطاقات عند فيرجن ميجا ستور، بويري بريس، وأكيد فيكم تتبعوا أخباركم على فيسبوك. أنا هيك أخذت المعلومات أكيد عنكم. وإنستغرام، وإنستغرام موجودين كمان، فيكم تشوفوا الصور والأخبار. رح نعمل، شكرا لوجودك معنا. شكرا. رح نعمل جولة على النشاطات والأحداث اللي حاليا أو قريبا جدا بلبنان. مشاهدينا بتعرفوا هالموسم وهالصيفية حلوة، رمضانيات بيروتية من تموز الأول للرابع الساعة 7:30 عشية ببيال. بتاخدوا معلومات أكثر على ويب سايت رمضانيات.org. جوني انترناشنال فيستيفال بيمتد من 2 تموز ل 15 الساعة 10:30 المساء بمجمع فؤاد شهاب. مجد الرومي أكيد رح تكون موجودة بالرابع من تموز، ونجوم برنامج The Voice كمان ب 6 تموز. نوتر دام دو باري الميوزيكال من ورا كتاب فيكتور هيغو من 10 ل 13 تموز بفورم دو بيروت، ابتداء من الساعة 8 عشية. أعياد بيروت من 6 أو من 18 جولاي ل 6 آب. نجم اللبناني وائل كفوري ب 18 تموز، بالكوميديا عادل كرم ب 20 تموز، شمس الأغنية نجوى كرم ب 25 تموز. و بحكيكم كمان عن مهرجان الأرز يلي بشري هالسنة ب 1 2 7 و 8 آب. كمان معلومات أكثر تاخذوهم على فيسبوك. رح ناخذ بريك سريع ونرجع بنلاقيكم بعدين.